هذا المنزل الذي تم بناؤه بشكل مقلوب بالكويت، تم وضع كافة الأثاث والديكور والأجهزة رأساً على عقب، مما يمنح زواره شعوراً بالغرابة بسبب الخداع الذي يلقونه مع خطواتهم الأولى بداخله. تقول ليال خميس التي تقف وراء بناء هذا المنزل إنه الأول من نوعه في العالم العربي. البيت المقلوب هي فكرة عالمية موجودة بأوروبا، لكن أول مرة في الوطن العربي نوجد عندنا هني بالكويت. اللي يميز بيتي عن باقي البيوت اللي في العالم إنه كل شيء مرفوع بوزنه الحقيقي، حتى سيارتي رفعتها. البيت عبارة عن 8 غرف تمشون على السقف، في الأرض كلها فوقكم. يجذب المكان الزوار الفضوليين لالتقاط الصور لأنفسهم في غرف بها أسرة ومقاعد وكراسي مقلوبة معلقة من السقف. أول ما دشيت استغربت شوية إن شلون كان كل شيء مقلوب، كني قاعدة أشوف بيتنا بس مقلوب، وما شاء الله مدققين على أدق التفاصيل. والشيء اللي استغربت منه حيل إن كانوا رافعين سيارة مقلوبة وسيارة صجية. المنزل المقلوب بالكويت أصبح مزاراً لعشاق فنون الخداع البصري، والذي يزداد زواره يوماً بعد الآخر بحثاً عن صور يتبادلونها مع الأصدقاء والمقربين.